أهلا بكم إلى هذه القراءة في أهم ما تضمنته الصحف الوطنية الصادرة اليوم، والبداية بصحيفة رسالة الأمة التي كتبت بأن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي كشفت في لقاء تواصلي بالرباط عن وجود استثمارات فاعلين خواص بقيمة 5 ملايير درهم لرفع مستوى المخزون الاحتياطي وتأمين حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية موزعة بين 3 ملايير درهم سيتم استثمارها في تخزين الغاز الطبيعي المسال وغاز البوتان، ومليارات درهم ستخصص لتعزيز قدرات تخزين مادتي الغازوال والبنزين. إلى جريدة العلم التي قالت بأن الحكومة بدأت في البحث الممنهج عن أنجع السبل لتسريع إنفاذ مشروع الجهوية المتقدمة في إطار تفعيل اختصاصات الجهة. وطبقا للتوجهات الملكية السامية، بحث اجتماع انعقد مؤخرا بالرباط سبل تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وشكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض مختلف القضايا ذات الأولوية والبعد التشاركي بغية تعزيز الالتقائية وإنجاح التنزيل الأنجع للورش الملكي للجهوية المتقدمة. ختام هذه الجولة بجريدة بيان اليوم التي أفادت بأن وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور ترأست اجتماعا خصص لتدارس تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية. وأوضح بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن مزور وقعت خلال هذا اللقاء منشورا موجها إلى الوزراء والمندوبين السامين يهم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، بما ييسر ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية واستفادتهم منها، تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي خصت الأمازيغية بعناية واهتمام كبيرين، وكذا تنزيلا لأحكام الدستور. تفاصيل هذه الأخبار تقرؤونها على صفحات الجرائد.